المدير الرياضي لبلدية الجزائر تكلم واتهمني حتى بالمرض، أنا مريض بمولودية العاصمة. أنا كنقول لك مدير رياضي الفيلو دياغنوستيك رابيدمون دونك لا كاليتي دو ميدسان طبيب. أنا مولودية راني الآن في اتحاد العاصمة. قولوا واش تحبوا، قولوا هذا وسطيفي، قولوا مقولات المشهورة وجلبس بالطو أو تحلب في العاصمة، قولوا واش يحبوا. أنا حال عيني في الجزائر، سرحت في المطار من كلام لاعب قال كان أول اتصال تاعي كان من مولودية الجزائر، مش معناتها بلي وكان اتصال تاعه من مولودية الجزائر وعرضوا عليه مبلغ معين وجينا احنا مدينا أكثر منهم ودينا اللاعب هذا هنا، ردة الفعل تكون قوية مقبولة. اسمها ركريتي انجوا ان شاء الله يصلح، ان شاء الله يبعد عليها ربي العين، نعود نقراو له شوية بس كل حس كذا وساعة ساعة ديروا لنا حس طفاج على انجوار يقدر يفوتك.